جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها؟ المحدثات ماذا يدخل فيها؟ المقصود بالمحدثات ما أحدث في الدين من العبادات التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة، فهي المحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، لأنه قال قبل ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثة ضد السنة وهي البدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المحدثات هي البدع التي تضاف إلى الدين وهي ليست منه، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين. الدين كامل وليس بحاجة إلى إضافة وإحداث محدثات يستحسنها الناس أو يقلد بعضهم بعضا فيها، بل الواجب ردها والنهي عنها وتركها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، قال: إياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من البدع. نعم.